لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تونس تعلن الحداد العثور على 31 جثة بسواحل صفاقس وقرفانة والمهدية وقابس. تمكنت وحدات مناطق الحرس البحري بصفاقس قرفانة والمهدية وقابس من العثور على 30 جثة أديمية لمهاجرين، من بينهم جثتان لإناث وجثتان لأطفال لفظتها أمواج البحر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان نشره اليوم الاثنين أن وحدات المنطقة البحرية تمكنت أيضا في قابس من انتشال جثة من الإناث، وأشار أن المعاينة تبين النام يعودوا لجنسيات أفريقية جنوب الصحراء، وتم إحالة الجسمانين إلى الطب الشرعي ليقوم بتحليل الجثة، حيث إنه عثر على في صفاقس على امرأتان وطفلان. وأضاف البلاغ أن هذه الجثث تعود إلى أشخاص من بلدان أفريقية جنوب الصحراء حسب المعاينة، حيث تم تحالتهم للطب الشرعي بمستشفيات الجهوية والمكان. كان وكيل الجمهورية المحكمة الابتدائية فوز المصمود يقرأ في تصريح أن البحر لفظ خلال يومي العيد ما يفوق إلى 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين، وذلك على مستوى السواحل الشمالية حيث معتمدية العامرة، اللهم ارحمهم واغفر لهم.